بتاع فيروس سي، القضاء على فيروس سي، رصدتوا ميزانية ليه قد ايه؟ يعني صرفتوا منها كام في الفترة اللي فاتت، ومستهدفين برضو الفترة الجاية تصرفوا قد ايه فيه؟ احنا زي ما قلت سيادتك، احنا الفترة اللي فاتت احنا غيرنا شعار الصندوق وخلانا نتشارك. نتشارك ده معناه ان احنا في عندنا تبرعات نقدية، وفي عندنا مشاركة من المجتمع المدني. بيجي حد يشيل مثلا في الجامعات، انا في عندنا ناس في بنك شايل سوهاج، في ناس شايلة اسيوط، في ناس شايله مدينه السادات بالكامل، في ناس شايله البحيره، في فبدا يكون ناس في رجال الاعمال ليه تواجد في حته معينه او قريه اللي كان طالع منها. ده غير حضرتك قلت لي المره اللي فاتت ان اهالي القريه لما بيعرفوا ان احنا مستهدفين القريه دي انها تكون خاليه من المرض، يعني الناس نفسها اللي على قدها خالص بيشيلوا مع حضراتكم وبيتعاملوا في المساله والله دي. بيلموا من بعض. يعني في قريه عملوا وحطوا صناديق في اول كل شارع، يمكن اجيب لحضرتك صور، حد راكب يعني الحمار بتاعه راجع نزل حط 10 جنيه وركب تاني ومشي. فالاحساس ان انت اول حاجه انا بطمئن ان المجهود واصل له وهو واثق بالنتائج، الفلوس دي راجعه له واثق في النتائج، فمش مستخسر. مش مستخسر ان هو يحط فلوس بغض النظر عن ظروفه ايه. فاحنا كنا رصدنا حوالي 350 مليون تقريبا، يعني خلصناهم. الداعمين عندنا يمكن يعدوا حوالي يمكن فوق ال 150.